الآن تراني آكل في الجانب الأيمن أم في الجانب الأيسر؟ أيمن. هل رأيتني أكلت في الجانب الأيسر مثلاً؟ لا، كله في الجانب الأيمن. طيب جميلة جداً. ما رأيكم الآن؟ أكلنا البطيخ أيمن الأيمن؟ في الجانب الأيمن. انظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يصنع بعد أن يأكل البطيخ الموجود في الجانب الأيمن. كان يحول الأيسر لكي يكون أيمن بعد أن يأكل النصف الأيمن، إذا النصف الأيمن انتهى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يحول البطيخ إلى النصف الأيسر لكي يكون أيمن، لكي يكون كله يمين. ثم يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لكي يأكل من الجانب أيضاً.